أنا اسمي سمية طه عثمان، سني 59 سنة، معايا 5 بنات مربيهم الحمد لله كويس وعلمتهم كويس، والحمد لله اتخرجوا من الجامعات بتاعتهم، ومعايا منهم 4 جوزتهم، ومعايا بنت مخطوبة بجهزها الحمد لله. وبعد وفاة باباهم أنا تعرضت لمشاكل كبيرة، والحمد لله الأزمة عرفت أمشيها وأسلكها وأظبطها معايا، والأمور مشيت معايا الحمد لله. وأنا بشتغل بقالي فترة طويلة من أول ما كنت مع باباهم لغاية ما هو توفى، وأنا نزلت تاني المحل بتاعه كنت قاعدة فيه بشتغل فيه. الحمد لله يعني الدنيا مشيت معايا والحمد لله، وأنا بحب بناتي وبناتي بيحبوني، وأنا ما بقدرش أي بنت تطلب مني حاجة وأقدر أقول لها لأ، أنا بحاول أعمل لهم كل حاجة. بحب أشكر ماما يعني على كل حاجة عملتها حلوة في حياتها علينا، يعني أنا من ساعة ما اتولدت يعني وابتديت كبرت وكده وماما بتشتغل، يعني أنا عندي 37 سنة وماما من ساعتها يعني من وأنا بكبر وهي شغالة مع بابا، فكانت عاملة لنا كل حاجة ومربيانا كويس جدا، وما كانتش حرمانة من أي حاجة مع إن الشغل كان بياخد وقت كتير منها، بس كانت كل حاجة عاملها لنا موفرة لنا كل حاجة. تبقى حزينة جدا لو ما قدرتش تعمل لنا حاجة نفسنا فيها، بس طبعا بتعمل أقصى حاجة عندها عشان تعمل لنا أي حاجة نفسنا فيها. أنا بنزل الشغل بتاعي من الساعة تقريبا 1:30 لغاية 10 11 بالكتير قوي يعني، وساعات بمشي 10، بيبقى الشغل مثلا مريح وكده، فانا بضطر اروح وكده. يعني انا هنا ما بنزلش كمان الا لما بكون مخلصه حاجه الولاد، عشان كانوا يفضلوا المذاكره بتاعتهم وكده، اعمل لهم الاكل والشرب واظبط لهم الدنيا. بشتغل ترزيه وكنت واقفه معاه طول عمري يعني وكده، والحمد لله بعد وفاته عمها خلاني وقفت في المحل، وانا فاتحه دلوقتي وبصرف عليه منهم وبسد الديون برضو منهم. بابا توفى من 2 سنين، ماما طبعا اتحملت المسؤوليه كامله لوحدها، الاول كان بيشتغل وبيساعدها، دلوقتي هي شايله كل مسؤوليتنا وكل طلباتنا، وبتحاول دايما تحسسنا ان هو موجود، وبتحاول دايما تحسسنا ان مفيش اي حاجه ناقصه. بجد ست بنت راجل عظيمه جدا، وبحترمها جدا وبحبها جدا. من ساعه ما بابا توفى وصراحه هي واقفه معانا واقفه جامده قوي، وطبعا احنا بنات فسندنا بعد ربنا كان بابا وماما. طبعا لما بابا توفى احنا يعني شبه كنا حاسين ان احنا انكسرنا كده، بس الحمد لله هي وقفت معانا. كنت بعمل جمعيات صراحه، عشان فيهم بعضهم كانوا جمعيات خاصه، كنت بدفع لهم من الجمعيات دي المصاريف، والحمد لله ربنا وفقني، وهم كان حد بيعوز منهم حاجه كنت بقعد معاهم كده بالراحه حبه حبه، واحنا هنجيبهم وهجيبهم لكم، وكنت برضو يعني الجمعيه دي بتخلص واخش جمعيه تانيه عشان اجيب لهم. طب كمان كنت في رمضان ده لازم اعمل لهم جمعيه عشان انزل اجيب لهم اللبس بتاعهم، ما كنتش بقدر احرمهم من حاجه صراحه، واي حاجه كانوا بيطلبوها بجيبها، بس بعد فتره ممكن بس بجيبها لهم، والحمد لله والحمد لله هم انا بحبهم وهم بيحبوني وبيرضوا بالامر الواقع.